بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين محترم، سورة إبراهيم کے 5 رکوع ہم نے مکمل پڑھ لیے ہیں. اب ہم اس سبق میں سورة ابراہیم کا رکوع نمبر 6 شروع کر رہے ہیں، تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے میں شامل ہو جائیں. یہاں سے سورة ابراہیم کا رکوع نمبر 6 شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا سامعین محترم، یہ جو حاضر ہے اس کی زال کو لام کے ساتھ ملائیں گے. رب اجعل هذا البلد، هذا البلد، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني آمنا واجنبني واج واج نبني وبنية واو زبر وا با زبر با نون يا زبني يا زبر يا وبنية وبنية أن نعبد ال أن نعبد أن نعبد الأصنام أن نعبد الأصنام ربي ربي إن
فأخذناهن رب إنهن أضللنا كثيرا من الناس رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني ومن عصاني فإنك غفور رحيم فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي ذريتي بوادٍ غيري بوادٍ غيري ذي زرع عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم
رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ أفئدة من الناس أفئدة طلب بھی غنہ کریں گے اور من الناس یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھا جائے گا أفئدة من الناس تهوي إليهم تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات من الثمرات لعلهم لعلهم يشكرون يشكرون ربنا إنك تعلم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ما نخفي وما نعلن وما يخفى وما يخفى على الله على الله من شيء في الأرض من شيء یہاں پر غنہ کریں گے من شیئن فی الارض ولا فی السماء ولا فی السماء الحمد لله الذي الحمد سورة فاتحة کا پہلا لفظ ہے الحمد لله الذي وهب لي وهب لي على الكبر على الكبر إسماعيل وإسحاق
إسماعيل وإسحاق. إن ربي إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة سامعین محترم یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہم ہر نماز میں التحیات کی حالت میں پڑھتے ہیں یہ وہی دعا ہے یہاں تک غور کیجئے اس دعا کو پڑھنے میں بھی ہم بہت ساری نماز میں غلطیاں کر جاتے ہیں رب اجعلنی ہم اس لفظ کو پڑھتے ہیں رب اجعلنی رب اجعلنی تو یہ غلط ہے یہ لفظ غلط ہے اس کو ہم پڑھیں گے رب اجعلنی رب اجعلنی رب اجعلنی مقیم الصلاة اب اس الفاظ کو کئی لوگ جو ہے وہ مقیم الصلاة پڑھ جاتے ہیں یعنی مقیم الصلاة تو حقیقت میں یہ لفظ کیا ہے جی مقیم الصلاة مقیم الصلاة ومن ذريتي ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي والوالدي اب اس الفاظ کو بھی کئی لوگ والوالدی پڑھ جاتے ہیں تو یہ غلط ہے صحیح لفظ والوالدی وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يوم يقوم الحساب
سامعین محترم، سورت ابراہیم کے 6 رکوع یہاں پر مکمل ہو گئے ہیں. میں امید کرتا ہوں آپ اس کو غور سے سنیں گے اور یاد بھی کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون